الدعم السريع تؤكد سحب القوات تدريجيا من الخرطوم والمدن الأخرى. وتفصل الصحيفة في هذا العنوان وتقول: أكدت قيادة الدعم السريع وضعها خطة لسحب قواتها تدريجيا من الخرطوم والمدن الأخرى، مبينة أن الأوضاع السياسية بالبلاد خلال الفترة الماضية فرضت انتشارها بهذه الصورة الملاحظة حاليا، مشيرة إلى الدور الذي قامت به القوات في مختلف المجالات.